السلام عليكم مشاهدي قناة ماذا لو الكرام؟ ماذا لو كان بإمكانك عبور الجدران؟ لم يصدق مالكو هذا المتجر أعينهم لدى تفحصهم لكاميرات المراقبة الخاصة بهم صباحاً، فقد عبر هذا الرجل أبوابهم الزجاجية مباشرة دون أن يبطئ سيره أو يكسر هذه الأبواب كما لو أنه كان شبحاً، وما هي إلا دقائق حتى فعلها ثانية وتصرف كما لو أن الأمر كان طبيعياً للغاية. كيف يمكن أن يكون هذا ممكناً؟ ما الذي ستفعله بقدرة كهذه؟ وما هي النظرية العلمية التي تقول بأننا يمكن أن نكون جميعاً قادرين على فعل ذلك؟ رغم أن هذا الفيديو النادر يلفه الغموض وعلى الأغلب أنه نتاج تأثيرات بصرية، لكن هذا لا يعني أن عبور الجدران مستحيل تماماً، فإن تمكن الجميع من معرفة كيفية ذلك حينها سيصبح عالمنا مكاناً مختلفاً كلياً. فمثلاً ستتمكن من سلوك طرق مختصرة كثيرة في طريقك إلى عملك، ستتمكن أيضاً من دخول خزائن البنوك والخروج منها كما يحلو لك، أو كل ما ستشعر به هو التوتر وأنت في منزلك منتظراً صديقاً أو جاراً أو مجرماً يعبر جدارك وقتما يشاء. لكن وقبل المضي بعيداً في بحث إمكانيات عبور الجدران، لنتعرف على الكيفية التي يمكننا من خلالها فعل ذلك، وذلك بلغة علمية. للوهلة الأولى لابد أن عبور الجدران سيبدو سهلاً جداً، فرغم كل شيء تتألف الجدران وأجسادنا وكل شيء من حولنا من الذرات، ويغلب الفراغ على تركيب الذرات. فلو نظرت إلى مخطط نموذجي لذرة ستبدو شبيهة نوعاً ما بنظامنا الشمسي، إذ أن هناك مجموعة من الإلكترونات التي تدور حول النواة عابرة مساحة خالية تماماً كما تدور الكواكب حول شمسنا. ستفكر حتماً بأن عبور الذرات من خلال هذه المساحات الخالية عملاً سهلاً. حسناً، ما سأخبركم به أن هذا العمل ليس بتلك البساطة. قليل هو الشبه بين الطريقة التي تحيط بها الإلكترونات بالنواة وتلك التي تدور بها الكواكب في نظامنا الشمسي، وهي تشبه أكثر طريقة دوران شفرات المروحة. فعندما تكون المروحة متوقفة عن العمل يبدو لنا أن هناك الكثير من الفراغات بين الشفرات، لكن مع تشغيل المروحة وبدء الشفرات بالحركة ستبدو الشفرات وكأنها موجودة في كل مكان في الوقت ذاته. ولو حاولت وضع أصابعك بين هذه الشفرات المتحركة سرعان ما ستتعرف على مبدأ استبعاد باولي، والذي ينص على أنه لا يمكن لإلكترونين أن يتواجدا في المكان نفسه في الوقت ذاته. وبشكل أساسي هذا هو المبدأ الذي يدفع الفيزياء الكلاسيكية إلى القول بأنه من المستحيل أن تعبر الجدار. لكن ولحسن الحظ هناك فرع كامل في الفيزياء أكثر انفتاحاً بقليل، اسمه الفيزياء الكمومية. وفقاً لفيزياء الكم، التحديد الدقيق لموقع إلكترون هو أمر في غاية الصعوبة، وعوضاً عن ذلك يعبر عن ذلك باحتمالات الأمكنة المتوقع وجوده فيها. والنظر إلى الإلكترون بهذه الطريقة يعني أنك إن قمت بقذف أحدها على حاجز كجدار ستكون هناك احتمالية ولو ضئيلة لكنها قائمة دوماً، لينتهي أحدها على الجانب الآخر من الجدار. والنظرية التي تدعم ذلك تسمى النفق الكمومي، وتقديم المزيد من الشرح لها لن يزيد الأمور إلا تعقيداً، وسيستغرق عبورنا للجدران المزيد من الزمن. خلاصة القول أن نظرية النفق الكمومي يمكن لها من الناحية النظرية أن تسمح لكل الجسيمات الموجودة في أجسامنا بعبور الحواجز. وقبل أن نتعرف عليها علينا أن نعلم أن بإمكان كل شخص أن يعبر الجدران. بالتأكيد سيكون هناك الكثيرون ممن يستخدمون هذه القدرات خدمة لنوايا سيئة، إذ يمكنهم استخدامها لسرقة المتاجر والبنوك والمنازل بسهولة نسبية، كما سيتمكنون من التسلل إلى الأماكن المغلقة أو وصولاً سهلاً لمهاجمة الآخرين. لكن قد يكون هناك الكثير من الفوائد، إذ سيتمكن رجال الشرطة من معالجة حالات احتجاز الرهائن بسهولة أكبر بدخول المواقع من أي موضع يريدون، ومفاجأة رجال الشرطة للخاطفين بإطلاق النيران عليهم عبر الجدران. كما سيتمكن علماء الآثار من الدخول مباشرة إلى داخل هرم وتحري داخله دون إلحاق أذى به،
وستتمكن فرق البحث والإنقاذ من إنقاذ المزيد من الناس، حيث سيصبح بإمكانهم البحث بسهولة أكبر عبر الأنقاض عن أي حي، كما ستزداد أواصر المحبة والألفة بين الناس باندماجهم حرفياً مع بعضهم البعض. ربما علينا أن ندع هؤلاء الاثنين لوحدهما، لكن وبمنتهى الصراحة إن احتمالات أن ينجح شخص واحد بأمر كهذا ناهيك عن الكثيرين سيكون أمراً ذا وقع عظيم. لتحقيق ذلك أنت بحاجة لأن يعبر كل جسيم في جسدك من خلال نفق كمومي في الوقت ذاته، واحتمالات قيام جسيم واحد بذلك منخفضة للغاية. Thank you.